صباح الخير. ثلاث ملفات داخلية على صفيح ساخن تركز اهتمام الصحف عليها اليوم: الوضع الأمني، قضية العسكريين، والتمديد للمجلس النيابي بعدما حدد الرئيس نبيه بري موعدا للجلسة يوم الأربعاء في الخامس من تشرين الثاني. وإذا كان الملفان الأمني والعسكري معقدين، فالتمديد يجب أن يحصل أو يجب حسمه، حيث الطبخة على نار ساخنة وتحتاج كل أنواع البهارات حتى تستوي ويعجب مذاقها الجميع كما جاء في صحف بيروت اليوم. كيف سيترجم رئيس بري موقفه بأنه لن يتجاوز الميثاقية حتى لو طار المجلس؟ هل يمكن أن تتحقق أعجوبة سياسية يوم الأربعاء المقبل طالما أن أكثرية الثلثين ستتأمن وهي كافية لانتخاب رئيس للجمهورية؟ هل سيهز البطريرك الراعي عصاه وهو الذي حذر ممن يسعى إلى تغيير الكيان؟ مجموعة من الأسئلة سأنقلها لضيفي دكتور سليم سلهب، عضو تكتل التغيير والإصلاح. صباح الخير دكتور سلهب. صباح النور. بداية، هل الزمن اليوم بلبنان زمن العجائب؟ انطلاقا من ما كتبته اليوم سيدة إلهام فريحة بجريدة الأنوار. للأسف أنه صرنا عايشين بكل شيء أنه متكلين على العجائب أكثر ما كنا متكلين على الوقائع، يعني العملية أنه تصير. لازم نخلي الأمل موجود، بنحكي بالعجائب. بمانشيت جريدة المستقبل اليوم وكل الصحف كان في اهتمام بموقف الفرقاء المسيحيين تحديدا من موضوع التمديد لولاية مجلس النواب وحضور جلسة الأربعاء. مانشيت المستقبل: بري للمسيحيين، معركتكم مع الفراغ لا مع التمديد. بتوافق هيدي المعادلة اللي رفعها الرئيس بري؟ لا، نحن وصلنا تقريبا من 10 ايام بلشنا نحكي انه اذا واحد ما مدد للمجلس معناتها بمدد للفراغ، رح نوصل للفراغ. بالاول كانت المعادله بتقول انه اذا كنا ما مددنا للمجلس بنعمل انتخابات، يعني لا قانون الانتخابات القديم موجود، لازم كل شيء يتحضر للانتخابات. هلا عم بحطونا تجاه امر مشان تنلقي المخرج، إذا بنسميه مخرج، ليش أنا ممكن مدد حيث في فراغ؟ يعني رجعنا نخوف العالم، إذا ما مددت أنا معناتها رح بوصل للفراغ. أنا ما بعتقد إنه هيدا هالمقولة مضبوطة، ورجعنا يعني برجع شوي لورا وقت اللي مددوا لمجلس النواب بال 2013. نعم. حكوا كمان إنه فراغ يا ما مش فراغ، حكوا بعدة أشياء. كان في رئيس جمهورية، كان في مجلس نواب، كان في وزاره، كان في كل شيء، وتمدد للمجلس النواب بدون اسباب تهويليه حقيقيه تنقول هيك. هلا يعني عم نلقي مخرج ظاهري، كيف ممكن بعض النواب يدخلوا بالتمديد النيابي تيقولوا حفاظا على البلد والمؤسسات ما نوصل للفراغ، حفاظا على الميثاقيه كمان مثل ما بيقول الرئيس. عم نحكي فراغ. ليش ما نكون خايفين من الوصول الى الفراغ دكتور سلهب في حال ما صارت الانتخابات وما صار التمديد؟ هل الامر ما بيطرح علامات خوف على المستقبل؟ الفراغ معناتها في فرقاء عم بيلعبوا هاللعبه تنوصل للفراغ، لعبه التمديد يعني تنوصل للفراغ. انا ما بعتقد يعني ما حدا عنده مصلحة لبنانية نوصل للفراغ، بس مش معناتها انه انا اذا هولت علي، اذا انت اقتنع انه ما عندنا مصلحة نوصل للفراغ تعا مدد لمجلس النواب. لا، ما رح بوصل للفراغ وما رح مدد لمجلس النواب. لوين بنوصل اذا؟ نرجع نعمل انتخابات بتتمدد. بس العماد عون قال انه هلا الظروف الامنيه ما بتسمح. ما نحن واصلين هلا ما نحن بلشنا بالكلام العالي انه الفراغ او التمديد لمجلس النواب، وبعدين حطينا عيننا جلسه لمجلس النواب، ترمي الجلسه كثير مهم، يعني مش تركين مجال كثير تتفكري بقى. عم نوصل على اخر المطاف انه قرر عم يحشوك حشر بالوقت يعني. ايه طبيعي. واحد اثنين، جدول الاعمال الجلسي كثير مهم. نحط سبع بنود، بيناتهم خمس بنود ماشي الحال، يعني ما بعتقد في خلافات عليهم. وفي بندين
واحد عن المهن الانتخابية واثنين انون الوزير فتوش اللي بيمدد لمجلس النواب سنتين وسبعة شهور. هون انا بعتقد اللعبة اللي راح بتصير حكينا بالفراغ. انا ما بقبل غير تتكون الجلسة ميثاقية والتصويت يكون ميثاقي. اذا التصويت منه ميثاقي والرئيس بري بعده عم يلحقنا لهلأ انه انا دعيت لجلسة بس الجلسة والتصويت بده يكونوا ميثاقية. نعم. الحضور تتكون ميثاقية الى الرئيس بري. نعم. يعني بيتمنى على التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اثنين انه يحضروا ويصوتوا ايجابا، مش يحضروا وما يصوتوا ايجابا. في عدة احتمالات اليوم اصلا حول الحضور. صحيح. يعني في قصة الوراق البيض، قصة عدم رفع الايدي، يعني اعطيني عدة سيناريوهات، اي هو اقرب بتشعر دكتور سلهب انا بعتقد الخيارات مش بلعبة التصويت يا ما عدم التصويت، بلعبة الورقة البيضة يا ما مش ورقة البيضة. في عندك امتناع. نعم. في عندك مع، في عندك ضد. بس انا بنظري هل يا ترى رح نروح للمهل الانتخابية يما رح نروح للمشروع اقتراح القانون تبع النايب فتوش؟ إذا بدنا نروح لاقتراح القانون النايب فتوش بدها تصويت ميثاقي، يعني بدنا حدا من التكتلين. نعم. القوات اللبنانية أو الوطني أو تكتل التغيير والإصلاح يصوتوا مع اقتراح القانون تبع النايب فتوش. لو إلا الخيار الثاني اللي أنا بقول هيدا خيار ثاني، خلينا نقول إنه المهل الانتخابية تمديد تقني. تمديد تقني بمدة وجيزة مش سنتين وسبعة أشهر تا ننتخب رئيس جمهورية، تا نعمل يعني بسموها تمديد تقني. نعم. بساعتها بمشوا الحال إنه ما وارد تزعلوا. وارد هالموضوع تمديد التقني؟ طبيعي طبيعي، بس وارد عنا نصوت عليه؟ لا. مش لا. وارد صوتوا عليه حتى لو كان تقني؟ نحن لا. طيب تصرون على الانتخابات بس بهيدا القانون حيرجع نفس المجلس، يعني شو رح يتغير دكتور؟ ما خلص نحن عم نعمل، رح ترجع تقريبا نفس المشهد يعني. لكن ما نعمل انتخابات ابدا ما دام عارفين نتائج الانتخابات مسبقا. شو هالحكي هيدا انه انا ما دام رجع زيت المجلس؟ مين قال رجع زيت المجلس؟ اكثر من هيك، مين قال الميثاقية بتقول انه بس تيار؟ يمكن المعطيات الحاليه اللي موجوده. نعم. على الارض ينتخب ناس ما عاد التيار والتكتل له قيمه. نحن هلا يعني بعدنا عم نعطي قيمه للتكتل التغيير والاصلاح. او للقوات اللبنانيه حسب انتخابات 2009 يعني. نعم. عم نستنتج بعد خمس سنين انه بعدكم انتم مثل ما انتم. أنا ما بعتقد إنه نتائج الانتخابات هي ذاتها، وإحدى الأسباب للتمديد هي عدم توفر معطيات كافية عن شو ممكن تكون نتائج الانتخابات. تعتقد؟ نعم. هذا الأمر؟ يعني نعم. في فرقاء خايفين من نتائج محتملة للانتخابات؟ هلا في رأي عام كثير كثير منه ثابت، يعني الرأي العام الوقت الحاضر إذا بتطلعي بده يقصصنا كلنا على الساحتين السنيه والشيعيه. كله 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 لانه للاسف انه بالانتخابات بالترشيح اذا بدنا نمشي بالترشيح ربحوا بالتزكيه. عندك تسع نواب طلعوا بالتزكيه. نعم. حديث هلا صار في تسع نواب طلعوا بالتزكيه، بس كل الراي العام اللبناني، انا ما بستهبل. نعم. الراي العام اللبناني، كل الراي العام اللبناني بالوقت الحاضر على حذر انه ياخذ موقف، وخاصه يمكن عنده موقف أساس للسياسيين أنه نحن كيف تصرفنا بهالمدة من 2009 إلى 2013 بدنا نحاسبكم سلبيا. بس بلبنان ما أنا معودين على الحساب، بالآخر بتشتغل العصبيات. مزبوط. ممكن بعدين يعني ليش هالمرة بده يكون الأمر مختلف؟ ما تركوا مجال للمعركة الانتخابية والكلام الانتخابي. حسب الكلام الانتخابي ممكن نرجع نسترد الرأي العام نحو، بس إذا تركني مثل ما هو هلا أنا عم بقول لك إنه ممكن يغير له فكره، بس بالوقت الحاضر لا، عم بحسبني وعم بعبر. عم بعبر، إذا مش عم بعبر مباشرة عم بعبر علنيا بطريق بحيالله طريق إنه أنا مش ممنون من تصرفات السياسيين. رئيس بري دكتور سلهب بجريدة الديار أبلغ من يهمه الأمر صراحة
إما أن تصوت القوات أو التيار الوطني الحر لمصلحة التمديد مع نواب المسيحيين أو يطير التمديد، فلا غطاء مسيحيا لهذا الخيار. عم بتنسقوا مع القوات اللبنانية بهذا المجال؟ لا، ما في تنسيق. ما في تنسيق أبدا، ما في تنسيق. ولا مع الكتائب؟ زيارة الشيخ سامي جميل للعماد عون عطت فكرة أنه بلكي جاي للتنسيق، بس أنا باعتقادي لا، ما في تنسيق بهالموضوع هيدا. نعم. اللي قاله الرئيس بري، اللي الجريدة قالت عن لسان الرئيس بري، مزبوط. عماد عون زاروا للرئيس بري. نعم. بالأسبوع بنهار الثلاثة، يعني من أربعة أيام، وصار في حديث. يعني العماد عون حطنا بالتكتل بأجواء اللقاء من بعد زيارته لسماحة المفدي، وبعتقد انه كان واضح العماد عون انه هو والتكتل رح نكون ضد التمديد لمجلس النواب. هلا بتحضروا الجلسه يعني؟ بس انه بنحضر الجلسه وبنصوت ضد، يما ما بنحضر الجلسه وما بنصوت. هيدي بعد ما اتخذ القرار، بس اي متى رح تاخذوا القرار؟ ما عندنا غير خيارات. نحن كنا قايلين انه الثلاثه اجتماع التكتل عاده قبل بنهار رح ناخذ القرار. كان في عده اراء، يعني تداولنا بالموضوع. ما نعم. بخفي عليك انه تداولنا بالموضوع عن تكتيكيا شو احسن، انه ننزل على مجلس النواب اما نمتنع عن النزله. بعتقد بالوقت الحاضر بعد ما في قرار نهائي بهالموضوع. ايضا جريده النهار اليوم دكتور سالهب علمت ان رئيس بري اذا رفع موقفه من عمليه التمديد لولايه المجلس، وعلمت ايضا ان التيار الوطني الحر والكتائب والقوات رح تحدد موقف الاثنين والثلاثه المقبلين، ورجح بعض الاوساط ان يمارس الاطراف الثلاثه الاصطفاف يلي اعتمدوه وقت اقتراح القانون الارثوذكسي للانتخابات. في انطباع دكتور سالهب انه موقف الفرقاء المسيحيين من هالموضوع بخلفيته، يعني ما بعرف كيف بدي اسميها، استثمار سياسي معين، يعني تزاحم. اذا انا بدي احافظ على شيء من الديمقراطيه صفت انه عيبه. يعني انا عم بلوموني انه عم باخذ موقف سليم ديمقراطي. نعم. ومثل كانه عم بعمل شيء غير طبيعي. بالعكس، اللي عم بعمله انا الطبيعي، واللي عم ينعمل هو غير الطبيعي. نعم، بس بظل الظروف، التمسك بانه رفض التمديد، ظروف الامنيه، يعني ما شفنا شو صار بطرابلس من اقل من اسبوع. طيب الظروف، ما كانش لازم، بنظرك ما كان لازم وزاره الداخليه تحضر حالها تتكون حاضره للانتخابات النيابيه؟ ما كان لازم مجلس الوزراء على القليله للظاهر؟ نعم. للظاهر الديمقراطي يعين لجنه الاشراف على الانتخابات، يعين تكاليف، سقف التكاليف الانتخابيه. نحن رايحين للانتخابات بالكويت وبملبورن باستراليا جمعه الجاي. نعم. مش طبيعي انه تركين القصه اللي برا بينتخبوا ولا جوا، تركين القصه هيك انه خلص بدنا نمدد، يا اما بيروح الفراغ. احس من عمل هيك والحق عليكم، والاحسن من هيك انه عدم التمديد حق علينا، مع انه ما حدا محضر شيء، ما حدا محضر حاجه. ما في بدائل. بعد الفاصل رح نتابع حديثنا بهالموضوع، ورح ينضم لنا عبر الهاتف النائب الاستاذ جورج عدوان لنسمع منه شو قال له الرئيس بري، وماذا ستقول القوات اللبنانيه انطلاقا من موقف الرئيس بري. لحظات ونعود. أعود لمتابعة هذه الحلقة. دكتور سالهب صباح الخير، أهلا وسهلا فيك من جديد. ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف النائب الأستاذ جورج عدوان. صباح الخير أستاذ عدوان. صباح الخير شكرا لك ولصديقنا الدكتور سالهب. أهلا، كيفك؟ بعده عم يقول لي دكتور سالهب أنه جمعتكم الدراسة بالسابق، هل ممكن اليوم الموقف من تمديد ولاية مجلس النواب يرجع يجمعكم من جديد أستاذ عدوان؟ بدي اقول لك شغله، الصداقه والعلاقه الشخصيه شيء، والموقف السياسي شيء اخر. نعم. انا ما بحياته الموقف السياسي اثر على علاقتي بالاخرين، وبيعرف دكتور سالهب هون موضوعين مختلفين. علاقتنا الشخصيه والصداقيه ضلت مستمره وبتضل مستمره،
هلا الموقف السياسي هذا موضوع اخر من هون، يعني نحن ما نتعود بلبنان على القبول بالآخر والقبول بالرأي الآخر، لأنه ما حدا منا يمتلك الحقيقة كاملة إلا الله سبحانه وتعالى. أنا بتشكرك أنه قابلني لكن أستاذ عدوان، اليوم موقف الرئيس نبيه بري يلي مثل وكأن أصبحت المعادلة بقوله للمسيحيين معركتكم مع الفراغ لا مع التمديد، حدثك رح تتولى نقله للقوات اللبنانية، شو رح يكون رد أو موقفكم بضوء كلام الرئيس نبيه بري؟ سترولا، بالأول يعني بدي أقول أنه اليوم وصلنا على محل يعني لا نحسد عليه من حيث قيام المؤسسات، وهون أنا برأيي في مسؤوليتين ما لازم نتغاضى عنهم. المسؤولية الأولى طبعا بيتحملها كل من ساهم بتعطيل الانتخابات الرئاسية، لأنه لو اليوم في رئيس جمهورية كان الوضع الدستوري يختلف كليا عن ما هو عليه. المسؤولية الثانية اللي هي مسؤولية لا تقل حجما هي مسؤولية الحكومة، يعني الحكومة يلي لا حضرت للانتخابات ولا أخذت موقف واضح جدا عن عدم إمكانية إجراء الانتخابات، يعني كان عليها إما تحضر الانتخابات أو تاخد موقف صريح عن بحثي كحكومة. وزير الداخلية قال إنه في استحالة، بس اليوم في موقف كان مطلوب من الحكومة لأنه هيدي مهمتها كسلطة تنفيذية، وبالتالي وصلنا هلأ لهون. اليوم يلي وصلنا له ما عاد الخيار بين الانتخابات والتمديد، لأنه إذا الخيار بين الانتخابات والتمديد أنا بعتقد يعني ما بفتكر في حدا ساعتها بيتجرأ يروح على التمديد إذا الخيار بين هاتنين. إنما المشكلة يلي وصلونا عليها اليوم هي إنه صار الخيار بين الفراغ أو التمديد، لأنه ما بقى في إمكانية لإجراء الانتخابات لأسباب دستورية وقانونية عدا عن الأسباب الأمنية طبعا موجودة. ومن تاني مال إذا ما عملنا هالتمديد رحنا على فراغ، رحنا بطل في مؤسسات، سقطت كل المؤسسات وانجبرنا نروح على مؤتمر تأسيسي، وهو اللي حذر منه البطريرك الراعي اليوم كمان من أستراليا. بالتالي أستاذ عدوان ممكن تتكرر يعني يتكرر موقفكم بهالموضوع مثل ما صار وقت مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي، يعني ممكن إذا رأيتم أنه مصلحة البلد السير بالتمديد تغيروا موقفكم لو على حساب يمكن رصيدكم الشعبي أو الشارع المسيحي اللي هو تاريخيا مع الديمقراطية وتجديد السلطة؟ خليني اقول لك هون الحقيقه انه قبل ما اقول شو رح يكون موقفنا، لانه انا ما بقدر استبقه، انا هيدا الموقف بده ياخده الحزب، بده ياخده الهيئه التنفيذيه بالحزب. انما اليوم خليني اقول بوضوح شغلتين. الشغله الاولانيه اليوم المشكله ما عادت قصه انتخابات او تمديد، علقانين بمشكله اخرى، يعني نحن أمام مشكلة الفراغ يلي هي من أخطر القضايا، خاصة في ظل ما يجري في المنطقة بالعراق بسوريا بكل هالبلدان المجاورة. وهل لبنان يتحمل الفراغ ونقل هالصراع المستشري إلى لبنان بدون وجود مجلس نواب؟ وبعدين لنفترض بيش في مجلس، طب مين بده ينتخب رئيس جمهورية بعدين؟ الحكومة بيصبح وضع الدستوري ما في سلطة رقابة، هو كلهم مواضيع بأكد لك انه الموقف منهم لا يتعلق اطلاقا بقصة الشعبوية ورأي الناس. هون عم نحكي نحن بدنا ندرس موقف انطلاقا من قناعات وطنية، انطلاقا من مصير البلد، وبالتالي يعني بتصور غير مسموح لا لنا ولا لغيرنا بهالمواقف المبدئية انه نكون عم نعمل حسابات صغيرة حول مكاسب معينة، علما انه اليوم الناس بغير وادي، الناس اليوم يعني بهموم تتعلق بالامن وبحياتهم وبمستقبل البلد وبلوين رايحين. الناس اليوم مش بلمين بدون يصوتوا ومع مين بدون يصوتوا، لنكون كتير صريحين. نحن الحقيقة انه طرحنا
بالحزب رح يكون انطلاقا من إذا بدك المصير الوطني وليس وخارطة الطريق المستقبلية لقصة المؤسسات أكثر منه لنشوف إذا هذا الموقف أو هذا الموقف أكثر شعبية. شكرا لك أستاذ جورج عدوان على هذه المداخلة معنا في كلام بيروت، شكرا جزيلا لك. دكتور سلهب عم بتدون ملاحظاتك على ما قاله الأستاذ عدوان. إيه أكيد عم دون. بلشنا أنه التمديد، كيف بدنا نعمل تمديد بظل كيف ما بدنا نعمل تمديد وما في رئيس جمهورية. نعم، وكأن في غمز من قنوات فريقكم السياسي لأنه الأستاذ عدوان حمل مسؤولية لمن لم يوفر النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية. النصاب بال 2013 كان في رئيس جمهورية، ما لا كان رئيس سليمان موجود مددنا للمجلس، ما لا ما وكان موجود رئيس اليوم جمهورية. أخطر لأنه ما في رئيس حتى أنه هلأ نيه ليش هذيك المرة لقينا كمان اسباب تنمدد لمجلس النواب، يعني بكل مره عم التقى اسباب، يعني بنلاقي اسباب دائما وبنعظم الاسباب تنهول ونخوف ونرعب مشان تنقول لا 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 الله يسترنا. تعودنا عليها هيدي، صرنا مده يعني من وقت الحرب لهلا اني بحطوك تجاه الامر الواقع وتجاه الامر الواقع، يما بدك تروح على الخراب يما بدك تمضي هون، يما بدك توقف الحرب يما بدك تمضي. يعني البترك الراعي محطوط بهالاجواء حيث بق البحصه و انا حابب اعلق على كلام البترك الراعي. نعم. من هيك انا بقول انه هالاسلوب هيدا هو ذاته هالاسلوب اللي عم يمنعنا ننتخب رئيس جمهوريه، انه يما بدكم تنتخبوا هالنوعيه من رئاسه الجمهوريه يما ما بنقبل بغير نوعية من رئيس الجمهورية. لم يقل أحد ذلك دكتور سلب، كان في ترشح الوسطيين دكتور جعجع عمالك شوي. طب ليش ما بتنزلوا على المجلس وفليكت من يفرش؟ يما بدك تنقي هيك يما ما في مجال. شو عم نضحك على حالنا؟ إنه قصة بسيطة كلها مشوار بنأمن لك الطريق من البيت للمجلس، روح انتخب وبتحل المشكلة. بتخافوا انه يصير في تمريع يعني من تحت الطاوله او انتخابات رئيسة الجمهورية؟ نام الله يرحمه فرنجية رئيس جمهورية طلع كميل شمعون ايام بالاول، كل مرة بزيت سيرة الشيء. بتخافوا انه هالمرة يكون في شيء محضر مش بايدك القصة. ليش مع حلفائكم متمسكين بالعماد هون ممكن يمشوا بتسهيل؟ مين عم بقول لا مش بايدك القصة، القصة رئيسة الجمهورية منا انه تعت نفكر، انا بقعد بفكر ببيتي اما ضمن التكتل تبعي مين ممكن يجي، مين احسن يجي رئيس جمهورية تروح صوت له. عم نبسط الامور لدرجة وعم يخترب البلد بتبسيط الامور. البلد تعبان، يما بدنا نحكي جديا انه البلد تعبان بكل شيء، يما بنقول خلص اذا مش تعبان لكن خلينا نلعب لعبة تمديد، لعبة انه حق علينا قصة انتخاب رئيس الجمهورية، حق علي ما كان لازم يفكر انه ليش ما ترشح، ليش ترشح، شو هالحكي؟ إذا ما إلي حق ألعب أنا يما ناور ديمقراطيا وسياسيا، شو التغيب عن الجلسات هو مناورة؟ لا، التغيب عن الجلسات هو موقف ديمقراطي، موقف ديمقراطي حتى لو كان عم بعطل البلد. انا بحب ذكرك سترولا انه بسنه 82 المعركه تيجي الله يرحمه الشيخ بشير جميل كانت معركه نصاب. اذا متذكره صرنا نمدد ويجي نواب يجي نواب تيصير نصاب. وقت اللي صار نصاب هنوا للشيخ بشير، وين الغلط؟ نعم بس اليوم قلنا غلط يومتها، هيدي مش ديمقراطيه. لا ولكن اليوم صار لنا يعني 5 أشهر تقريبا ما في رئيس، و15 جلسة ما في نساء، رح يكون في أكثر وقت بانتظار ماذا؟ وقت الرئيس سليمان انتخب الرئيس سليمان وسلموا الرئيس لحود بانتظار ماذا؟ بعد الوقت واضح انه بعدنا هلا نيه بانتخابات رئيسة الجمهورية، ما في حكي حتى عن رئيسة الجمهورية بالماضي. نعم. بالماضي القريب يعني من 5 سنين ايام الرئيس سليمان، حتى لو ما انتخبنا كان في حكي عن انتخابات رئيسة الجمهورية، كان في اتصالات، كان في تواصل، كان في اخذ وعطاء، بنوافق على الشغلة ما بنوافق على الشغلة، كنا عم نحكي بالسياسة. نعم ولكن تاني شغلة بس بدي اذا بتسمحي لي، بانتظار خارطة الطريق مستقبلية نحن بنقرر،
مين بدي صدق انا بعد بخارطة طريق مستقبلية؟ انا مددت سنة 2013 لمجلس النواب وما يهمكم دغري تاني يوم رح تجتمع اللجنة الفرعية لقانون الانتخابات ونقوم بالانتخابات واليوم حديث. نفس الوعد شو عم تحكي لي انا كيف بدي صدق مع انتم النواب دكتور سلهب مش صدق. الناس يعني بالنهاية اللي صوتوا للتمديد وعدونا انه بده يعملوا قانون للانتخابات نعم. حتى ما طالبوا انه تجتمع اللجنة الفرعية هلا اني شو عم بيقولوا لنا؟ هلا اني لازم نمدد لانتخابات رئيس الجمهوريه، ننتخب رئيس جمهوريه، نشوف كيف بدنا نتفق على مش شوف، رح نتفق على قانون انتخابات صار شيء ومن ثم بنحل المجلس، مين بده يحل المجلس؟ المجلس ما بقى ينحل غير انه هو يحل حاله. مين بده يقول حليت المجلس؟ دستوريا ما فيك. طيب موقف البطريرك الراعي اليوم برز هذا الموقف بعدة صحف منها جريدة البلد ومنها جريدة الديار اللي حكته ماشيت بيقول حان وقت بق البحصة يريدون مؤتمرا تأسيسيا لتغيير الكيان يعني ما كانت تقوله قوة 14 أدار أنه في نية مبيتة للوصول للمؤتمر التأسيسي عبر عنه مباشرة البطريرك الراعي عن المؤتمر التأسيسي وعن المتالتة بعد في شغلة ثالثة أنا فيني أقول لك من هلأ نية نعم نحن بهالشغلة مع غبطة البطرك حدو نحن ضد المؤتمر التأسيسي نحن ضد المتالتة نحن ضد كل شيء قاله مبارح نعم بس قال كمان انتقد من يتغيب عن تأمين الاستحقاق الرئاسي كموقف نعم إذا أنا بدي أوصل على مؤتمر تأسيسي علنيا بقول أنا ضد المؤتمر التأسيسي هلأ نية بالوضع الحالي نعم بفوت بمؤتمر تأسيسي لا بعرف كيف بدي بلش لا بعرف كيف بدي أخلص يعني عم سلم حالي للمجهول أنا عم بحكي كمسؤول سياسي نعم شلت كل شيء بكرة بيفرضوا علي بالمؤتمر التأسيسي إشياء نرجع على يا هاي يما كارثة تاني لا ما بقبل المثالتة من الأساس رافضينا رح منضلنا رافضينا وعم نطالب تما نقول بالمثالتة خلينا بقى نطبق قسم من ما طبق من اتفاق الطائف إذا في تعديل لاتفاق الطائف يما يعني التحديث إذا بدنا نقول لاتفاق الطائف فليكن بس بعدنا ماشيين بذات الاتجاه بقول البطريرك يعني بحسب جريدة الشرق كمان لم ينتخبوا رئيسا لأنهم ينتظرون الدول أن تعطيهم كلمة السر لا يريدون رئيس الجمهورية يعني لا يريدون دستور ولا مؤسسات الميثاق يقول لا للشرق ولا للغرب بل الحياد مين عم يخاطب بهذا الكلام؟ ما بعرف بدك تسألي غبطة البطريرك بس في شيء أكيد مين اللي ناطر أنا ماني حاسس حالي مستهدف من كلامه منك حاسس انه فريقك السياسي مستهدف؟ انه ماني ناطر حدا تيقول لي شو لازم اعمل لانتخب رئيس الرئيس الحريري وضع الكره بملعب المسيحيين، ليش ما التقطوا هالفرصه؟ هلا بننتقل على الموضوع، خلصنا من غبطه البطريرك؟ اوكي هلا بنوصل. الرئيس الحريري اخيرا يعني جرب عده اشياء خجوله وما زبطت ما في شك على كل مدة عم بجرب يعمل مبادره نسميها مبادره من ناحيه رئاسه الجمهوريه واخيرا عم بجرب يعمل مبادره وطنيه اكثر ما بس يعني داخله فيها رئاسه الجمهوريه مش بس رئاسه الجمهوريه بالوقت الحاضر في حديث عم بيصير غير علني غير ظاهر بين من ومن بين الفرقاء السياسيين خلينا نقول انه في حديث عم بيصير بين تيار المستقبل وتكتل التغيير والاصلاح نعم ما توقف اصلا لا الحديث الحديث عن مش بس انه مش بس الرئاسه كل المواضيع يعني نتفق على عده مواضيع اذا انتخبت رئيس جمهوريه تحصني ببعض المواضيع اللي ممكن تخربط باللعبه يعني ماني مستعد اجيب رئيس جمهوريه انا وبعدنا لهلا يعني بعد مش عارفين شو بدنا نعمل بداعش شو امنيا مش ضابط الوضع يعني منجيبه على المشاكل اذا ممكن يجي رئيس جمهوريه ونمهد له الطريق انه يقدر نعم يكون بخارطه الطريق الخارطه الطريق اللي لازم يتوافق عليها اغلبيه الفرقاء اللبنانيين وهون بندعي انه التوافق يكون ميثاقي
مشان تنقدر نحميه لرئيس الجمهورية. نعم. الحديث اللي وصلنا له ما في شك انه اول شيء في بعض الثقة رجعت بين الفريقين. يعني هلا انا عم بحكي معك بالاول بحكي معك وعم بز براسي انه ان شاء الله تكون مزبوط اللي عم بتقوله، لا هلا في هلا صار في بعض الثقة، يعني الانطباع اللي عم بيوصلوا لنا اياه ل بالتكتل انه لا في بعض الثقة بالحوارات اللي عم بتصير، اكيد بعد ما وصلت لوقت انه رح بتبين. بعتقد انه بعد في خطوة مهمة لازم تصير، وهي بناء الثقة بين حزب الله وتيار المستقبل. اللي يعني مادون عم بيشتغل على هالموضوع؟ مش هو عم بيجرب اذا هو يعني عرض اذا في يساعد بهالموضوع ايضا، حيث بالوقت الحاضر بعد ما في ثقة بين الطرفين تيقعدوا يحكوا مع بعضهم. يعني اذا قلنا لهم بلشوا احكوا مع بعضكم، بعد ما في ثقة بين الطرفين بالموضوع هيدا. في عدة فرقاء عم بيجربوا يشتغلوا على المواضيع. الفرقاء هن داخليين وخارجيين عم بيجربوا يمهدوا الطريق تيبنوا بعض الثقة. واذا عم بتلاحظي هلا نية عم بيصير بعض التصاريح الإعلامية من بعض المسؤولين المستقبليين وبعض المسؤولين بحزب الله عم ببينوا اللي عم بيصير، عم ببينوا عن بعض التراوي بالتعاطي، يما بعض المواقف اللي يعني خليني وين لمست هالأمر. يعني أنا إذا بدي أسمع كلام الوزير إنه هذا المشنوق ما بقول هذا الأمر، وكلام الوزير فنيش كمان لا يقول هذا الأمر. إذا سمعتي كلام الوزير مشنوق بذكرى الشهيد وسام الحسن شيء، واذا بتسمعي كلام الوزير مشنوق امبارح على شيء ثاني طيب كلام السيد نصر الله بحق السعوديه والمملكه العربيه السعوديه كمان. رح بوصل. اذا انتبهت قلت لك في بعض الفرقاء من كل فريق، يعني في بعض من كل فريق في ناس بلشوا يحكوا بليون. كلام الوزير مشنوق امبارح كان مختلف عن كلام بأي معنى؟ بأي منحى تحديدا؟ بالحوار مع حزب الله، وجه كلامه مباشرة لحزب الله. نعم. وقت اللي كان عم بيسألوه ليش حكيت مع بمناسبة الشهيد الحسن، قال أنا عم جرب افتح حوار، يمكن ما عملت طلع غلط مش عم برلي في افتح حوار، بس كان قصدي افتح حوار مع حزب الله. نرجع على كلام الشيخ سعد امبارح، مش امبارح قبل مبارح. من كم يوم كان كلام جيد كتير وعم بجرب بيمد الجسور ويجرب من تاني ميل. اذا بتسمعي هلا الشيخ نعيم قاسم عم بيحكي كمان لهجته حواريه اكثر من لهجته هجوميه. نائب غطاس خوري اليوم سالته جريده النهار عن العماد عون انه يطرح نفسه كرئيس توافقي، قال يجب ان ياخذ موقع وسطي ليصبح وسطيا او موقع جديد ليقول انه توافقي، وهذا الامر لم يحدث ولذلك لم يتم الاتفاق على انتخابه رئيسا. هل مستعد العماد عون يطلع من وثيقه التفاهم ليصير بالنص؟ هيدي راي دكتور غطاس خوري. دكتور غطاس خوري من الفريق المقرب للرئيس سعد الحريري. ايه عم بقول لك هيدي يعني راي دكتور غطاس خوري. على العماد عون يشوف انه هالرساله اللي عم بيبعثها الدكتور غطاس للعماد عون رساله ممكن تنتج ايجابيا، يما لا رساله الارجح ما تنتج ايجابيا. يعني مش لازم ناخذ كلام دكتور غطاس بطريقه انه قال هيك يعني هيدي هي القصه. طيب حضرتك دكتور سلهب بتشوف العماد عون توافقي؟ لحديت هلا كان في تيار المستقبل عم بيقول نحن ما بنشوف انه الجنرال عون توافقي، انا بشوفه لحديث هلا ما قدر، لو قدر وصل للتوافق اكيد كان اجى رئيس جمهوريه. مش مع المسيحيين لازم يكون اولى هلا الامر بالدرجه الاولى، ليش ما عم بي يعني يكون في تواصل بينه وبين الفرقاء المسيحيين الاخرين؟ نحن ستنا بلشنا بالتواصل من بعد ما عملنا الخلبة ببيت مري، طلبنا معيد ورحنا وتواصلنا وفي ناس عطونا موعد في ناس ما عطونا موعد. يعني للأسف كل شيء بتعملي
بعدين تسألي سؤال مثل كأنه أنت اللي عملتيه بكون غيرك عامله. لا هلا موضوع الرئاسة، هل جرب العماد عون؟ طبيعي جربنا قبل، يحكي مع دكتور جعجع مباشرة، قبل حتى جربنا قبل يعني نحضر الأجوية تنوصل لرئيس الجمهورية وما زبطت ما زبطت. هلا يعني إذا بدك إنه نغسل كل شيء برا ونحكي كل شيء، لا بس إنه ما في أشياء مبينة، ما فينا نحور الحقيقة لدرجة إنه نضلنا نحكي بأشياء مش مزبوطة، بلكي الناس بضلوا يعلق عليها شيء. نعم. لازم نكون بحد الأدنى، يعني أنا أول شيء مبسوط إنه في حديث للدكتور غطاس خوري بعت رسائل سياسية، يعني عم نعمل سياسة. ما كنا نسمع السياسة بالأول. السؤال هون البعض بيقول هل العماد عون مستعد يفك تحالفه مع حزب الله ليصير بموقع الوسط؟ والبعض بيستطرد ليقول انه ما بقى يقدر. ما ممكن، حسبي انا بدي اعمل خطوه بعد جمعتين، ما ممكن سياسيا بين لك شو ممكن اعمل بعدين قبل. نعم. ما انا اعرف هلا اني وين اذا بوصل، يعني ممكن تصير يعني بيوم من الايام. بدك تحاوري يا ما بدك تحاوري؟ اذا بدك تحاوري صراحه بدك تحاوري، انا بدي خفف من طلباتي وانت بدك تخففي من طلباتي. نعم بس العماد عون فريقكم دكتور سالم ما عم يقبل يبحث باسم اخر. ما في حدا لحديت هلا ني بده يحاور. شو بده؟ ما بلش انا اقول وين بدنا نوصل قبل ما اشوف اذا في حوارات عم بتصير يا ملا. ما في حوارات لرئيسة الجمهورية. بعد الفاصل منتبع حديثنا معك دكتور سليم سلهب، لحظات ونعود. إشارات إيجابية لأهالي العسكريين المخطوفين، هذا ما ورد اليوم بجريدة المستقبل التي أبرزت لإعراب أهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش والنصر عن مؤشرات مطمئنة بلغتهم حول المفاوضات الجارية لتحرير أبنائهم، والموفد القطري سيستأنف مفاوضاته مع الخاطفين بجرود عرسال اليوم لبلورة لائحة مطالبهم النهائية إلى الحكومة اللبنانية. عندك معطيات جديدة دكتور سلهب عن هالموضوع؟ أنا أخذ موقف من هالموضوع أنه كل شيء ممكن ينقال وممكن يضر حتى لو كان صحيح أحسن ما ينقال. أنا بتفهم كتير وضع أهالي المخطوفين، بس من تاني ميل شايف انه الحكومة عم تتصرف بجدية كافية انه تعطي شوية ثقة انه اللي عم بينعمل عمل جدي. في بعض الأشاير إيجابية لازم نتطلع فيها، ما في شك انه في بعض الأشاير سلبية كمان حس بعد ما وصلنا لنتيجة. انا بفضل من هالناحية هيدي اسكت اكتر ما عبر، اعطي اراء باشياء مني مطلع كلها عليها احلى ما ضر، وقول لاهالي المخطوفين انه لازم يوثقوا بحد الادنى باللي عم بيتفاوضوا معه مع الخاطفين بهالموضوع. هيدا اثبتوا جداره بالماضي وبعتقد انه عندهم مصداقيه معينه انه يقدروا يوصلوا الموضوع لنتيجه ايجابيه. بموضوع متصل، موضوع ما جرى في طرابلس خلال الأسبوع المنصرم، كيف قرأته؟ هل تعتبر أنه انتهى أخيرا هذا الوضع الشاذ بطرابلس أم أنه حلقة في سلسلة من التطورات؟ أنا بعتقد معركة طرابلس الأخيرة خلصت، بس خلصت المعركة بس ما خلصت الحرب بعد. يعني هذه المعركة أنتجت بعض الأشياء الإيجابية، نعم أنتجت وحدة الجيش، نعم انتجت انه قديش الجيش ساعة اللي بيكون فيه قرار قيادي وسياسي ممكن ينتج، نعم عطت ثقة بالجيش، الناس صار عندها ثقة اكثر بمؤسسة الجيش، ما في شك. سياسيين تعاطوا مع الموضوع بطريقة ساهموا انه الجيش يقدر يحسم، نعم يعني في كتير ايجابيات بهالموضوع. وين السلبيات؟ للأسف انه بعد ما خلصت، يعني السلبيات انه ما لازم نقول خلصت القصة، بعد في عدة اشياء يجب استكمالها. يعني صحيح. مثل شو؟ اللي عم يتكفوا فيه، يعني البيان تبع الجيش واضح انه هيدي خلصت، بعدين نحن بعد في بالشمال بعض النقاط
بدنا نخلصهم، نعم. بعدين بين بجنوب بعض النقاط، معناتها في شيء متكامل. انا بعتقد اذا كفوا بهالطريقه هيدي والدعم السياسي ان كان من السلطه الاجرائيه وان كان من عامه السياسيين، لازم يتكفل الجيش. عطى بالعكس عن ما عطى الانطباع بمعركه ارسال، عطى الانطباع بمعركه طرابلس انه بيستاهل انه نكون حده ونأيده ونكون ايجابيين بكل معنى الكلمه مع القياده اللي تصرفت بالوقت الحاضر بطريقه كثير وطنيه. هون قديش مهم العوده لمقوله النائب النفس و اعلان بعبده يعني بشكل مباشر دكتور سلهب للجميع، لجميع اللبنانيين. تقلك انه خلينا نقول نائب النفس اكثر من اعلان بعبده، حيث ما لي انه اعلان بعبده بيلقي حساسيات عند بعض فريق. نعم، عند حزب الله. مشان اذا بده يوصل لنتيجه رح يجرب ما استعمل شيء عنده حساسيه معينه. طيب النائب النفس، ما في شك انه اذا بدك تفكري بالمستقبل توصلي لشيء متكامل ولا شيء مثل ما قلنا خارطه الطريق تساهم بمساعده رئيس الجمهوريه اللي بدنا ننتخبه، لازم يكون الهدف الاساسي بعدين والتصرفات الاساسيه انه نجرب نبتعد عن كل مشاكل المنطقه، حيث انا بنظري مشاكل اللي عم بتصير بالمنطقه ما لحت الحل بسرعه. ما لازم نعلق حالنا ببعض المشاكل بالمنطقه اللي بصير نحن الحل بيرجع لحل المنطقه تنرجع نحن نوصل له. انا مع انه نعرف نطلع من القصه تدريجيا، ما نغطس بمشاكل المنطقه ونشوف كيف بدنا نحيط بعضنا، نتوافق على كثير اشياء، ننتخب رئيس جمهوريه. تا شو عم بصير برا قد ما فينا نتجنب سلبياته اللي ممكن ترتد علينا. عم تنقلوا هالقناعة على حزب نعم الله؟ نعم 100%. وقادر الحزب برأيك قراره معه بهالمجال؟ أنا بعمل واجباتي، أنا بعمل واجباتي ما بشكك، بس أنا عندي واجبات أعملها طالما أنا مسؤول. لازم أعمل واجباتي. ولو ما عندي أمل أنه بهالواجبات أقدر أوصل، بتشوفيني نفست، بتشوفيني ما عندي المنحة اللازم تقدر أقوم بالواجبات، بس لا لازم أعمل واجباتي لآخر تكي مع الحزب ومع غير الحزب. نعم، مشان تنقدر نوصل لحقيقة نحسن الوضع الداخلي اللبناني. هيك معال أخير هيك بدي أختم الحلقة فيه، لفتني يتحدث عن المسيحيين في لبنان، بيقول اسكندر شاهين بالديار أن المخطط الذي ينفذه التكفيريون ليس بعيدا عن أعين المسيحيين في لبنان، ولكنه لا يخيفهم كونهم تعودوا على البندقية التي تنتقل من جيل إلى جيل، وداعش ومشتقاتها لا تمثل شيئا قياسا على ما خبروه في حروبهم مع الآخرين أو في اقتتالهم ما بين بعضهم بعضا. وفق قول ابن خلدون في وصفه للعرب، لم يقاتلوا كما تقاتلوا. شو تعليقك على هالكلام؟ أنا تعليقي أنه المسيحيين جربوا البندقية وطلعت نتيجتها خسارة كبيرة لألون. ما عنا مصلحة بأي حل عسكري ولا عنا مصلحة أنه نرجع نجرب البندقية. تعودنا أنه نحمل بندقية، لازم نتعود على غير طريقة. ما عنا أي مصلحة ننجر لعمل عسكري، آخرتنا نتيجته خراب ما تبقى من اللبنانيين المسيحيين. بلشنا بالحلقة بالحديث عن زمن العجائب. اليوم السيدة إلهام فريحة بالأنوار بتسأل هل ممكن بنفس الجلسة طالما أنه النصاب رح يكون مأمن يطلع دخان أبيض بالاستحقاق الرئاسي ودخان أسود للتمديد؟ لا صعبة. ممكن هيك شيء مفاجأة بآخر لحظة؟ ما بتتسمى عجيبة، بس أنا واقعيا بقول لا صعبة كتير. ماذا لو كان في اتفاق تحت الطاولة؟ بس ما بتخافوا منه؟ بس وعدة بعجيبة ممكنة، انه ممكن من يوم ليوم على بالنا نحن عم نخبط بعضنا ومختلفين مع بعضنا نتفق على شيء ونمشي ونحب بعضنا ونعمل تصاريح قديش كنا مغرومين ببعضنا ومش منتبهين على حالنا. بعد في وقت للأربعة؟ لا مش للأربعة، إذا لا مش للأربعة، هلا الأربعة بدنا نمدد لمجلس النواب. رح تروحوا يعني على الجلسة؟ لا ما بعد ما اتخذ القرار. اكيد نحن مش انه عم بخبي شيء يعني، بس ما اخذنا القرار اذا رح نشترك كما مش رح نشترك، بس اكيد اذا اشتركنا رح نصوت ضد.
شكرا لك دكتور سليم سلهب، عضو تكتل التغيير والإصلاح، أهلا وسهلا فيك بكلام بيروت. شكرا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء.